حضور جماهيري مثير بالكبير تشارك في هذا الشوط 30 حائل. وهكذا مشاهدين الأعزاء ينطلق الشوط الأول الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تشارك في هذا الشوط 30 حائل متواجدة حاضرة، هدفهم جميعا الناموس، هدفهم انتزاع الشوط الأول الرئيسي للحيل. أقواها في هذا السباق المحلي الرابع، نتمنى لهم جميعا التوفيق. أسماء رنانة حضرت تواجدت توافدت في هذا الشوط الأول الرئيسي، نتمنى لهم جميعا التوفيق. المقدمة مشاهدين الأعزاء ومن تحتل المركز الأول، بداية نرحب بكل المشاهدين عبر قناة الريان الفضائية وعبر قناة الكاس وموقع الأبرقة لسباقات الهجن. الترحيب أيضا بالمستمعين عبر أثير الراديو. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول، العكلة على صدارة الشوط. على المركز الأول تعود ملكيتها لمحمد بن حمد بن محمد بن مسعود. على المركز الأول وفي صدارة الشوط تتسيد الحيل، تسيطر على هذا العدد الهائل منها. ننتقل إلى المركز الثاني ومن تتقدم من الجانب الآخر، غزة تتقدم مع وليد بن محمد بن إبراهيم السيد رجل الاتصالات. يقدم غزة اليوم من قدم ثبات في يوم الأمس وغيرها من الأسماء التي حضرت في هذا السباق المحلي الرابع. ننتقل إلى المركز الرابع، وصلت برزمان حاضرة ومتواجدة وعانية للمشاركة من سلطنة عمان الشقيقة. مرحبا بالأشقاء من السلطنة، حللتم أهلا ووطأتم سهلا. برزمان تتقدم مع هداف الرموز حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. يقدم برزمان من تحتل المركز الثالث. دور المركز الرابع، وصلت اختبار لمحمد بن عبد الله بن سعيد العيدة. على المركز الرابع شعار اللورد حاضر، شعار عبد الله بن سعيد العيدة أحد المصرحين الإعلاميين في المشعلين للمنافسة من خلال تصريحاته، حاضر شعاره اليوم بسعيد. على المركز الرابع التضمير مع حمد بن راشد بن راية. يتابع الاختبار من تختبر اليوم في شوط الحيل. ننتقل إلى المركز الخامس، وصلت غنايم تعود ملكيتها لسالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ. مع المركز الخامس الباحثة عن الغنيمة اليوم، عن غنيمة هذا الشوط الأول الرئيسي. وأي غنيمة يا راعي غنايم، غنيمة الشوط المفتوح. أقوى أشواط الحيل اليوم ناموسه غير، والعزايم مع هالغنايم يا ابن حفيظ. هذه النتيجة أيها الأعزاء، هناك أسماء لا شك في ذلك لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة، ننتظرها في الأمتار القليلة القادمة. العودة إلى المقدمة، إلى التغيير. غزة يا وليد، غزة غيرت وخطفت صدارة الشوط. وليد بن محمد بن إبراهيم السيد يقدم لنا غزة في هذا الشوط الأول الرئيسي اليوم. الله، هل الدفن اليوم حاضرين مع الشوط الرئيسي كما تواجدوا في صباح الأمس مع شوط الثنايا المفتوح، عندما قدم ثبات من قاتلت ونافست ومثلت شعار الاتصالات، شعار أريد خير تمثيل. غزة عندها الكمبيوتر، حاصلة على المركز الأول في السباق المحلي الثاني في آخر أشواطنا في ذلك اليوم. اليوم تحضر في الشوط الرئيسي، وبالمناسبة في السباق المحلي الثالث حضرت غزة وكانت ندا قويا، أعرفها جيدا وصيفة في هذا الشوط. اليوم تتمنى اختطاف هذا الشوط وناموسه. الشوط الرئيسي، الشوط الأول غير 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 يا أهل الحيل غير، كما قال الشاعر حايل قد تشوش الريح الزعفران مبطي نذرة من العام في عذنونها. هذه هي الحيل اللي زعفروها في المحافل، زعفروها في الميادين في السنوات الماضية.
لم تصل إلى هذه إلى هذا العمر وإلى هذه المرحلة إلا لإنجازاتها، لسجلاتها الحافلة بالإنجازات، لمكانتها الخاصة عند ملاك الهجن، عند القائمين عليها، عند أصحاب القرار. وضعت لها الجوائز المليونية، وضعت لها السيوف، وضعت لها السيوف، سيوف أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، رصدت لهذه الحيل ورصدت لها الملايين كهدية وإكراما لهذه لصاحبات هذا السن. عموما حصل تغيير، مرحبا بغنايم من اختطفت المركز الأول واختطفت صدارة الشوط. الله يا غنايم، تعود ملكية غنايم لسالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ. خطفت المركز الأول، خطفت الصدارة وطارت بها وابتعدت بالمركز الأول، رايحة ما شاء الله تبارك الله غنايم بناموس الشوط بالمركز الأول. هذه وسالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ، حافظ يا سالم على هذا المركز المتقدم مع غنايم من تنطلق في هذا الشوط القمة وتنطلق عكس الريح. والله يحفظ الجميع يا ابن حفيظ. المركز الثاني غزة، تتقدم غزة لوليد بن محمد بن إبراهيم السيد مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث التواجد فيه من قبل برزمان حمد بن محمد بن سالم الوهيبي هداف الرموز، يبغى يجيبها اليوم في الجول. مع المركز الثاني تختطف الآن، بينما غزة لوليد بن محمد بن إبراهيم السيد. غزة على المركز الثالث. المركز الرابع حصل دخول وتسلل على المركز الرابع، شعار المسند هوايل تتقدم لحمد بن عبد الهادي بن ترحيم بن نايف الشهواني مع المركز الرابع، وتليها على المركز الخامس خطوط لناصر بن عبد الله بن احمد المسند، وصل ممثل الخور على المركز الخامس. وعلى المركز السادس ايضا يصل باسمين ايضا الخطوط، ويصل بأزمة على المركزين الخامس والتي تليها. نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى من تستحق النداء وتستحق الإذاعة، غنايم. الله يا غنايم، 1500 متر، سلامي عليك يا ابن حفيظ، سلام يا ابن حفيظ، سلام على هذا المستوى، على هذا المستوى بالفعل. تقرد خارج السرب غنايم مع المركز الأول مع ناموسي هذا الشوط الأول الرئيسي. غنايم شكلها مميز، أدائها أيضا مميز، فرضت الاحترام والمحبة والوئام بين الجميع. الله يا راعي غنايم، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير يذهب أعزائي المتابعين، متابعين الكرام، جماهيرنا الأعزاء، شوطنا الأول الرئيسي، شوط الحيل يتجه إلى عزبة بن حفيظ على ما يبدو. تفتتح الكيلومتر الأخير، الكيلومتر المثير، بينما الهجوم من ثلاثة أسماء، شعار المسند واصل مع اسمين قويين، وأيضا تصل الزعفرانة لصالح بن محمد بن علي بن جرحب مع الداب حمد بن محمد بن جرحب يقدم الزعفرانة. وهنا التقدم أيضا على المركز الثاني من قبل خطوط ناصر بن عبد الله المسند، وأزمة قادمة مع ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع الوهيبي محمود، مع الوهيبي بروفيسور، ولكن لا 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 لا، غنايم 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 حسمت الشوط الأول الرئيسي، حسمت أيضا المنافسة الشوط الأول، وأيضا ما يدور فيه من أمور. بن حفيظ اليوم حاضر، سالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ أهنيك على الهواء مباشرة على ناموس غنايم، على فوز غنايم، من طارت بناموس الشوط الأول الرئيسي. أول شوط يحسم من مسافة الكيلو ونصف الكيلو، حسمت غنايم اليوم. غنايم تهدي الناموس لسالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ، هذا الشعار المميز، هذا الشعار الذي اعتاد على كسب النواميس في الأشواط الأولى الرئيسية، اعتاد على اختطافها. الله يا غنايم، سلام يا غنايم، سلام سلام يا سالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ. الشوط الأول الرئيسي يذهب مع غنايم، تهانينا والناموس لابن حفيظ. المركز الثاني وصلت كتارة لحزام بن محسن بن عبد الله بن انديلة. المركز الثالث مسقط
المبارك بن سعيد بن عبد الله بن برغش العسكري المركز الرابع. المركز الرابع أزمة لناصر بن عبد الله المسرد. المركز الخامس وصلت خطوط لناصر بن عبد الله المسند. تهانينا والناموس لمالك غنايم سالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ. أهنيك يا بن حفيظ على هذا المستوى الراقي، على هذا المستوى الأكثر من رائع اليوم لغنايم. هذه تحسم مجريات هذا الشوط من وقت مبكر جدا، من الكيلو ونصف الكيلو. تهانينا والناموس لبن حفيظ اليوم، لسالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ، والتهاني لعبد الله بن ناصر بن حفيظ. وصلت غنايم قاطعة المسافة الشوط في 9 دقائق 23 ثانية، 57 جزء من الثانية. التهاني والناموس لسالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ، وتهانينا أيضا لعبد الله بن ناصر بن سالم بن حفيظ. تهانينا للحفيظ كافة اليوم. المركز الثاني كتارا تصل في المركز الثاني قاطعة المسافة الشوط في 9 دقائق 31 ثانية، 37 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمالك كتارا حزام بن محسن بن عبد الله بن نديلة. المركز الثالث اللي وصلت فيه مسقط قطعت المسافة في 9 دقائق 31 ثانية، 94 جزء من الثانية. التهاني والناموس لراعي مسقط مبارك بن سعيد بن عبد الله العسكري.